لي في اخر جزء من حصتنا اليوم مواصلين نحكي على النادي الافريقي، تطورات كبيره صايره في الايامات الاخيره. البارح كان بيان من المنظمات المكونه للنادي الافريقي موفمون اسوسيوس، كذلك التحالف من اجل النادي الافريقي، خلاه الاحباء في البلاد الكل من الشمال المغرب الوسط حتى للجنوب ايضا. سيا بروتيكتور كان هبطوا بلاغ باش يحكي لنا عليه اكثر كريم زيتوت رئيس موفمون اسوسيوس اللي كان من ضمن الحاضرين في الاجتماع هذا اللي صار واللي انبثق منه البيان هذا. سي كريم اهلا بك. اهلا بك اسلام، واهلا ومرحبا بالمستمعين نتاع اكسبريس اف ام. مرحبا بك دونك سي كريم. دونك كما كنت نحكي هبطتوا عملتوا اجتماع الساعه قبل البلاغ، انبثق منه البلاغ، لو كنت تحكي لنا عليه اكثر تعطينا اكثر تفاصيل عليه. والله عملنا اجتماع تلمينا فيه الاربع جمعيات نتاع المعروفين الاكثر المكونات نتاع النادي الافريقي اللي هما سيا بروتيكتور، التحالف تاع سي محسن ترابلسي، والليغ في شخص سي قيس خنفير، وسيا بروتيكتور في شخص فوزي عداد، وتفاهمنا معناها باش الناس الكل نكونوا الاكثريه نكونوا يد واحده في الوقت هذا، في الازمه هذه نكونوا الناس الكل يد واحده، ونسقنا مع الخلايا باش نخرجوا البيان هذايا باش نفسروا للناس الكل اللي نحنا يلزمنا نقعدوا يد واحده، والبيان اللي خرجته الهيئه ما يلزمناش، ومش اول مره يخرج بيان. نحنا كان نتبعوا في الاستوري تاع البيانات اللي خرجتهم الهيئه القبل، ويذكروناش فماش اضطر نفذته الهيئه ولا قامت به، معناها كل بعد خساره مازنبي خرج لنا بيان طويل عريض وقال لنا باش نعملوا التغييرات هذه من الكل وتحويرات وكل شيء، ما صار منه حتى شيء. دونك ما عادش نصدقوا البيانات هذوما اللي تخرجهم الهيئه، كسامحني حربوشه باش يطيحوا بها تونسيون وكهو يكملوا في نفس الغلط وفي نفس عدم التواصل مع الجماهير. باقي مش فاهمين الجماهير، باقي مش نغلطوا، باقي نفس الحكايه. دونك نحن جبنا البيان هذايا، دونك البيان نتاعنا هاكا واضح، نرفضوا ديجا اوليا حل الانخراطات من جديد عليه باش نزيدوا نعذبوا جمهورنا ويهبط ويشد الصف ويشد انخراطات عليه، والانخراطات اللي عملناها مقبل شنو باش نعملوا لهم؟ لوحوهم، هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه حابين نساندوا وليداتنا اللي وقفوهم ونكونوا واقفين الناس الكل معاهم، جماهير ومحامين وناس الكل لازم تقف معاهم. حاجة أخرى حابين زادة نأكدوا اللي الهيئة هذه قبل ما تخرج تخلص الديون، معناها هذه حاجة تري امبورتون، ما يخليوناش تركة وكسياسة الأرض المحروقة وذيك ما نحبوهاش. أنت تخلص الهيئة يلزمك تكون مسؤول، وأنا هاوني دائما عندكم من إكسبريس أف إم يا سي عبد السلام تونسي، من فضلك تكون مسؤول اخر مره، شوف ايش صار فينا، شوف الاخر اخر الجمعه ذي الويكاند هذا ايش صار في جماهير النادي الافريقي، وليدات صغار تعذبوا تشدوا صار فيهم. دونك من فضلك خلص الديون وسلم الجمعيه في حاجه باهيه، في اعطينا جمعيه وما اللي يشد بعدك ما يقعدش متعذب. باهي كريم، هو البارح كان تكلم في مع زملائنا في راديو ميد مع خالد شوشين، كان اكد انه باش يخلص الديون مع نهايه الشهر الحالي باش ينحي المنع نتاع الفيفا في تقريبا، قال 26 ولا حاجه هكا، في 20 فيفري حاجه هكا باش يخلص الفيفا ويأهل المنتدبين الجدد. مازلتوا عندكم ثقه في الكلام اللي يقوله عبد السلام اليونسي؟ والله هذه هو المربط الفرس كما يقولوا. اسكو مازال عبد يصدق؟ ما عادش صدق الجماهير، ما عادش معناها شاك فوا يخرج لنا يقول لنا رانا باش نخلص تو عندنا ديلي 25 جانفي مش فيفري، 25 جانفي لازم تخلص هذه، لكن ما كانش باش تولي ديون اخرى، باش تولي لنا قنبله موقوته واحده اخرى، معناها خطايا جدد وقضايا اخرى ومليارات اخرى، معناها نحن ما عادش نصدق. اذا تحب تخلص في النهارين هذا ما عندك 48 تخلص فيهم، علاش تقعد تستنى لي انا تقول لي تو نخلص؟ تو هذيك ما نحبوهاش، تحبك عاد تحب تخلص 48 فيت فاضل خويا خلص لنا، نعطيوك 48 ساعه خلص، وري انت الحسن النيه نتاعك وخلص، وقتها يجي اخر جحكي في الاعلام وقول. اما انت تخرج وتقول تو، لا ما فماش، هذه تو ما لقيناش حتى حل، معناها احنا
استنتنا بها وجمهور على الناس الكل. انت اي واحد تخرج في الشارع محب نتاع نادي افريقيا تسال وتقول له هل تصدق الهيئه هذه في الكلام اللي تقول كل كلام ماشي صدق. وليت ما عن عامين على نفس المنوال. قلت 20 جان في نقص 20 في نقصد 20 جان في قبل فتح الميركاتو به. اي كريم كنت عندكم تحفظات بخصوص عمليه بيع الانخراطات الجديده معناها حاب يعمل الجلسه هذه. فوالا التحفظات بتاعنا هو معناها باش تسهل عمليه التحايل باش تجيك عباد اخرين جدد. اي واحد اي معناها واحد كونديدا وهي مترشح باش يقول لك اي انا نشري او باش يحلوا الانخراطات يشري لك 500 انخراط 600 انخراط 700 انخراط ويجينا رئيس جديد كيما العاده نفس الاغلاط ما عنده حتى يشري انخراطات وكهو ويدخل على النادي الافريقي ليه نحبوا شروط واضحه ما نحبوش هاكا شرينا انخراطات اش عملوا لهم اللي شريناهم قبل. عليه بنعاود نحلوا انخراطات اخرين باش نسهلوا عمليه التحايل ونسهلوا عمليه السرقه ونسهلوا عمليه معناها الواه. يقول ما عرفش القانون الاساسي شنو يقول لك كريم لهنا لكن الجلسه العامه هي في 2021 بالتالي الانخراطات باش تكون مش نورمال تكون 2021 ايضا. اي مي انت حاله استثنائيه تو انت هكا ترى معناها ما انت 2020 كان تاع ربي راهو المسار الانتخابي تكمل نحن علاش نقولوا هذوما الانخراطات لي خاطر تكمل لي المسار عندي قضيه ربحها انا المسار ما تكملش. فهمتك معناتك طالبوا باش تكملوا المسار القديم مش انتخابات جديده وبروسيدور جديد. ما تدخلنيش في حاجه جديده كمل لي المسار نتاعي. شفنا ظهر لي وحدة بين المكونات هذه نتاع نادي الفريق، الناس الكل كنتوا في كلمة واحدة، ولو أنه كان صعيب معناتها أنهم يتقابلوا الناس الكل، هذا ظهر لي اليوم وقف الزنقة للهرب كما يقولوا وأصبح مصلحة الكلوب ما عادش فيها خلافات. هو مصلحة النادي الإفريقي قبل كل شيء، أنا نداء من عندك أنت هوني في إكسبريس نقول لهم السيرة عاد الكل توا الناس الكل تصلح، تنساها، وتحط مصلحة النادي الإفريقي قدام كل شيء. هانا تلمينا نحن جمعيات وخلايا والمكونات الكل والمجموعات والناس الكل. يد واحدة ناقفوا لجمعيتنا عنا وقت كثير ميسالش الناس الكل تصبر والناس الكل تنسى صراعات وتصفي قلوبها ونبداو خلينا نقفوا جمعيتنا على سقيها هذا هي المطلوب. انت ظهري جيت من فرنسا كريم هبطت بالذمه للنادي الافريقي. اي هبطت هذا الويكاند هذا بالذمه باش نكون حاضر ونقف مع جمعيتي ونقف مع نخيين الكل ونساهم ونحاول ندز باللي نقدر عليه. ما حاولتوش كريم تتصلوا مثلا برئيس تحكيوا معاه تقعدوا معاه؟ والله هو ما يهزش على الجنودات شيز علينا نحن. هذه حاجه واضحه معناها الجوارات معناها اللي يخدموا عنده كهو رئيس شركه كهو رئيس النادي الافريقي معناها عنده ناس تتعامل معاك كونتراتوات يهز عليهم تليفون يهز علينا نحن ما يحبش ما يقابلنيش. فهمت حاجه واضحه. عندكم ضمانات؟ عملنا محاولات قبل وما كانت مش نافعه ما فما حتى تجاوب. شنو تتوقعوا معناتها فما باش يكون فما تجاوب بعد البلاغ اللي هبطوه انتم ولا لا؟ شنو تتوقعوا؟ والله توا نحن فوالا نهبطوا نحن نعملوا اللي علينا كان فما تجاوب ماذا بينا نحن والله ماذا بينا نخلص هذوما الديون الموجوده ويترفع منع الانتداب وجماعه تقف على سقيها وهو كان مستعد باش يخرج خلي يجيو عباد اخرين تجي جلسه عامه تقييميه وانتخابيه في نفس الوقت ويشدوا عباد هو ما مش مشكله هو لازم يفهموا في عبد الجامدي فما كي نغلطوا ما يصيرش في التسيير غلطنا ما فما حتى مشكل معناها عبد يغلط معناها اجتهد غلط ولا يلزم تو يخلي البقعه لعباد اخرين يجتهدوا كيف يشدوا جمعيه وهذا المطلوب معناها هذيك هي معناها معناها اذا عبد يغلط وحتى في شركه ولا في مؤسسه ولا في حاجه عبد يغلط فما عبد يعود معناها مش حاجه جديده معناها. في حال عدم الاستجابه عاش حكيتوا حطيتوا بلون بي من عاش فما تصعيد شنو باش يصير؟ والله فما تصعيد يمكن بالتنسيق مع يمكن مع المجموعات ومع المكونات نتاع النادي الافريقي نجموا نعاودوا نخرجوا للشارع مره اخرى مره هذه نخرجوا كل رجال نساء اولاد المهن الكل طب محامين الناس الكل تخرج باش جمعيتنا فنانين الناس الكل تخرج لازم تخرج باش الطالب باش الجمعيه طالب بخروج الهيئه هذه وبخلاص الديون وتغيير الوضع الحالي الكارثي للنادي خاطر ماناش مرتاحين لا مرتاحين لا سبورتيفمون لا
لا فينونسيير ما هم فما حد شيء ماشي في الجمعية نقعد نتفرج وكذا. هو ظهر لي فما دعوات لبعض أجيال في باش تكون فما خارجة حاجة هكا. أي كان ما فماش من هنا للنهار الأربعاء ما فما حد شيء يتغير، يمكن أنا 14 جانفي فما خروج آخر نحاولوا معناها فما خروج آخر هذايا ما مش خليو جمعيتنا كيكا تضيع كيكا ونحن نتفرجوا. كريم ظهالي حتى كي تأسد السوسيوس ما كانش هذا الهدف نتاعها، اليوم لقيتوا رواحكم قدام حاجات أخرى. اليوم لقينا رواحنا في ثنية أخرى، نحن كي أسسنا السوسيوس كنا فوالا باش نعاملوا جمعيتنا فينونسيرمون ونحاولوا نوفروا لها موارد مالية قارة وكنا نخموا في مشاريع. دينيرمون نحن حضرنا مشروع بروجي نتاع كار باش نشريوا ميني بيوت لليجان. ووقفنا كل شيء ما نجموش معناها وقفنا المشروع ما شكونش نتعاملوا، لا هي ما تجاوبش معانا ما فماش تجاوب، العباد مخها تشوف الجمعيه ماشيه في ثنيه خاده يقول لك انا توا نقود لي جمعيه وبعد نخمم في المشاريع معناها نحن برك حتى الجمعيات الاخرين وقفوا مشاريعهم كما فيها بروتكتر كما معناها تحارب الناس كل وقت مشاريع نتاعها خاطر ما الجو العام ما يخليكش تخدم. صحيح. أنا كنت باش نسألك شنو محضر السوسيوس اللي متجي ظهر لي ما فما شيء معناها. عندنا بروجي تاع ميني بيس كنا باش نشريوا لليجان ونحضروا فيه ومحضرين كل شيء وحتى الموارد المالية بدات تتلم وكل شيء والبروجي بدا يحضر وبدينا نواحد والله غالب صارت الأحداث الأخيرة وقفنا كل شيء المشاريع ما شكونش نتعامل. صحيح. واضح. ما عادش خليك كنت تحب تضيف حاجة في الأخر كريم. والله يا اسلام نحبنا من نجاء انا لجمعيتنا الناس الكل جد وحده ننساو الصراعات توا وننساو كل شيء ناخذوا جمعيتنا الناس الكل ما فيها باس اللي عنده مشكله مع واحد ينساها توا مصلحه النادي الافريقي هي قبل كل شيء ونجاء للهيئه هذه يزي توا وفي ماذا بينا كان تستجيب لطلبات الجماهير وتخلص الديون نتاعها عشان هذوما الديون نتاع الفيفا خاصة وتسلم الجمعية للعباد تعرف السير خاطر هي مشكلة تسيير. واضح. ما يمزلش نعطلك أكثر خويا خليك تمشي تاخذ الطيارة نتاعك. يعيشك يا سلام ميرسي بوكو. شكرا لك كريم زيتوت رئيس موفمون سوسيوس كنت معنا بخصوص البيان اللي هبطته مجموعات المكونات نتاع محيط النادي الافريقي السي بروتكتور كيف التحالف ليغ كلوبيست وايضا خلايا الاحباء كانوا تبناوا البيان هذا ووقعوا عليه من الشمال حتى الجنوب. اكيد تنجموا اللي فاتتكم حاجه في الحصه نتاعنا اليوم في فاير بلاي بدات ماضي ساعتين تنجموا تعاودوا تلقاها على الباج نتاع اكسبريس اف ام والا على الباج اكسبريس سبور في شكل فيديو تنجموا تلقاو التحليل الفني لمنجب ابراهيم حول مقابلات الجولة السابعة للبطولة تلقاوها أيضا. حكينا أيضا كنا مع ريم البجاوي الأستاذة حول الإيقافات اللي طالت أحباء النادي الإفريقي تنجموا تلقاو الفيديو على الباج إكسبريس اف ام وإلا الباج إكسبريس سبور كما تنجموا تلقاو الفيديو هذا أيضا الخاص بكريم زيتوت رئيس موفمون سوسيوس على الباج نتاعنا. شكرا منال الأساسي في الخلاص، شكرا آدم المدب اللي أمن لكم اللايف ستريمينج على الباج فيسبوك. غدوة يجيكم أنيس صحباني مضي ساعتين إن شاء الله حتى المطر ونص في فير بلاي. أجمل تحيات إسلام.